فراح أولى مساحاتنا الصباحية لليوم راح تكون مع مساحتنا الطبية، وراح نحكي عن موضوع شائع جدا عند النساء أو السيدات. راح نحكي عن المبيض متعدد الكيسات اللي ممكن مع مرور الوقت عم بيسبب كثير من المشاكل إذا ما تمت المعالجة، وبما يتعلق بمرحلة الزواج أيضا ناحية الإنجاب، الصحة الجسدية للفتاة. راح نحكي عن الموضوع أكثر بشكل موسع ونعرف تفاصيل مع الدكتور هيثم عباسي، أخصائي بأمراض النساء وجراحتها وأستاذ بجامعة دمشق. يسعد صباحك وأهلا وسهلا فيك أستاذ. أهلا وسهلا، صباح الخير لكم وللجميع. أهلا وسهلا فيك. يسعد صباحك مرة ثانية دكتور. صباح الخير. اليوم عم نحكي عن موضوع يعني ما بعرف إذا هو فينا نقول شائع بشكل كتير كبير عند السيدات النساء أو حتى الصبايا اليوم، المبيض متعدد الكيسات أو حتى الأكياس على المبيض. خلينا بالأول نعرفهم بطريقة يمكن علمية ومقربة من أذهان الناس، وبعدين نحكي برحلة العلاج. نحن أول شيء رح نشرح بطريقة أنه الجميع يستوعبها، لأنه تمام. هو آفة مرضية ما بين متعدد الكيسات أو البي سي أو إس حسب اللي بدهم يرجعوا له. يعني ما بين متعدد الكيسات هو مرض بنيوي، يعني تخلق الفتاة فيه، ما هو مرض مكتسب، يعني لا يكتسب هذا المرض خلال مراحل الحياة، تخلق الفتاة فيه. نسبة الإصابة فيه مرتفعة حاليا جدا جدا، بالكتب وأمهات الكتب كان توصل النسبة إلى 7-8-10%، بالدراسات الحيوية حاليا توصل إلى 40% بأعراض مختلفة. نسبة كبيرة دكتور. نسبة عالية تقريبا، يعني بقول يعني كل صبيتين واحدة بيناتهم مصابة تقريبا. طبعا هذا يتظاهر بأشكال مختلفة، مثل ما حكيت هو مرض وراثي، يعني بنيوي يكتسب بجسمه من وقت خلقة الفتاة، وتظاهر هذا المرض إما من بداية البلوغ وحتى سن الضهي فترة طويلة. أما الكيسات المبيضية هو آفة تصيب المبيض بأشكال مختلفة حسب نوع الكيسة المبيضية، تصل لأحجام كبيرة حتى 20 سم توصل حسب نوعه، في منه خبيث وفي منه سليم. فالموضوعين مختلفين جدا، للأسف الناس بصير لغط فيهم وبيدخلوا بهالموضوعين. الموضوع الأساسي رح نحكي نحن فيه اليوم هو موضوع مبيض متعدد الكيسات كآفة بنيوية تأثر على حياة ومسيرة حياة الفتاة. طبعا هو هذا المرض اللي حكينا بنيوي، تركيب الجسم بيكون فيه عطب بالاساس، وهي فيه خمائر ضائعه، هي خميره الارماتاز. الخميره هي تؤدي هي لمشاكل اعتلاليه عند الفتاه، تتظاهر هذه المشاكل بالاعراض السريريه. طبعا نحمد الله انه الشكل السريري الكلاسيكي لهذه الافه قليل صار، عم يجينا نحن بأشفاع مختلفة، يعني بأشكال مختلفة. نعم. أقل شدة من حدة المرض الكلاسيكي الكامل. المرض الكلاسيكي الكامل بيجي هو عنا بدانة شعرانية، شواك، حب، اضطراب طمسي شديد، وبالمقابل شو الاختلاطات اللي بتصير عنا بمبيض متعدد الكيسات. يعني نحن وقت بنعالج مبيض متعدد الكيسات كتير ناس بيعالجوه مشان الشعر، مشان حب الشباب، مشان شوية بدانة. هو الحقيقة العلاج تبعه أول شيء يستمر مدى الحياة، مدى فترة النشاط الجنسي. اختلاطاته الواردة هي الاختلاطات التي تؤدي في إصابة الحياة لهذه الفتاة أو هذه الأنثى. أول اختلاط هو المعروف والشائع هو عد الشبابي، البدانة، الشعرانية. بصير الشعرانية بالنمط الذكري وليس بالنمط الأنثوي، يعني بصير الشعر يطلع بجسمه ويخف بالمناطق الأنثوية. أما الاختلاطات الحقيقية التي يسعى الطب لعلاجها، أولها هو داء السكري، ثانيا أمراض الوعائية القلبية والجلطات القلبية الدماغية، ثالثا سرطان باطن الرحم فرط التصنع. هدلون الأساس، وبنجي بالأخير آخر شيء العقم. يعني عمليا تصير العلاج هو العلاج مشان هدلون، مو مشان حب الشباب والشعرانين. للأسف الشديد نحن كله بيركض على المظهر الخارجي. طبعا تشخيصه هو بسيط، لكن عم يصير فيه لغط وغلط بين التجميل وبين الطب. فكثير من الفتيات وكثير عندهم الآفة المرضية تتظاهر بالشكل الجلدي أو بالشكل الشعري، يلجأوا لأطباء مثلا الجلدية أو التجميل، وتبلش المعالجة الموضوعية، يعني على الجلد، على الحب، على الكذا. المشكلة الجوهرية ما عالجناها. المشكلة الجوهرية ما عالجناها، وهي في حاجة دائما نحن لحتى أثبت الموضوع إلى تشخيص. والتشخيص يتم بالعرض السريري والعرض المخبري والعرض بالإيكو. التشخيص بالإيكو عندما يتوافق عرضين منهم، يعني يكون عندنا عرضين هن إيجابيين، فهو إثبات المرض. نعم. ومثل ما حكيت نأمل الله إنه نحن هلأ صار المرض يأتي بأشكال بسيطة، ما عاد إجا مثلا تلاقي فتاة حلوة وكل شيء، معناتها عندها مشكلة بالشعرانية، فتاة عندها كذا، يعني ما عاد إجا بالشكل الكلاسيكي المخيف الأول اللي كان يجي. فمشان هيك نحن يجب تشخيصه بشكل
جيد وبوقت مناسب. هلا العلاج، العلاج فترة طويلة للأسف شديد، في كثير علاجات بتصير لشهرين وثلاثة وأربعة. نحن بس نتذكر شغلة واحدة، إنه هذا الآفة المرضية آفة بنيوية، يعني بتركيبة الجسم. فنحن وقت نعالج أي مرض فيها، مثلا إذا في عندنا حب الشباب، إذا في عندنا الشعرانية، يجب أن تكون المعالجة أكثر من عمر هذا العضو. يعني مثلا إحنا عندنا جلد الوجه أو جلد بالجسم لحتى يصير ريكونستركشن، يعني حتى يعيد البناء ويتحسن وضعه عمره 6 شهور، فأي معالجة تكون فوق 6 شهور. الشعر نفس الشيء، الشعر عندنا حد الأعظم من الشعر 18 شهر 16 شهر تعيش الشعرة، بعد منه ما بتعيش الشعرة، فأقل شيء بدنا علاج لمدة سنة. هلا اضطرابات الطمسية، نحن بنعرف كلياتنا أمثال شعبية، إذا الدورة ما أنا منتظمة فالوضع الأنثوي كله ما أنا منتظم. أكيد. والمعيار الحقيقي هو للمرأة هو انتظام الدورة الشهرية، وقت تضطرب الدورة الشهرية بصير عندنا هون مشكلة اللي بتؤدي إلى اعتلالات بكل الجسم. الشكل الخفي الثالث هو الداء السكري. بتصير البدانة شلون بتصير عندنا؟ نحن موجود الأنسولين بالجسم، هي ما عندها داء سكري، موجود جسم الأنسولين، بس خميرة الأرباتاز أو البرعمة ما أنا موجودة اللي بتؤدي لعمل هذا الأنسولين، فبصير عندنا زيادة بالسكر الجائل بجسم، فلا تصير صح توزع الشحوم بجسمها غير صحيح بصير. فمشان هيك عندنا نحن هون يجب أن تكون المعالجة كمبكتنا، يعني معالجة متكاملة لهذه الآفة، وهذه المعالجة يجب أن تكون النسق الأول الهرموني لإعادة الدورة الشهرية إلى شكلها الطبيعي، النسق الثاني هو أن تحسين الوضع الاندروجيني، يعني تحسين تخفيض هرمونات الذكورة وتحسين هرمونات الأنوثة، النسق الثالث هو بيكون هو تحسين تفاعل الأنسولين مع كتلة الشحوم في الجسم. للأسف الشديد كثير في لغط، هلا مثلا واحدة تنحف إلى خدمة فورمين منتشرة كثير كثير منتشرة، يعني هذا جريمة، جريمة كبيرة. أول شيء الميتفورمين هو عبارة عن ضابط لكمية السكر في الجسم، لأنه ما نخافض ضابط السكر. ثاني شيء التفاعل تبعه مع الجسم ليس لتخفيف الوزن، يعني هو ما له علاقة بتخفيف الوزن، يعني للأسف شديد إذا بناخذ نحن بأي حارة بنلاقي 90% من الحارة عم ياخذوا كلياتهم ميتفورمين، بروحوا على الصيدلية ميتفورمين، هذا ما له علاقة. من السايد افكت من التأثيرات الجانبية للميتفورمين للي عندهم إصابة باضطرابية استقلابية، هو يعني بالتبادل الاستقلابي اللي عنده اضطراب، هو الميتفورمين بيحسن وظيفة الإنسولين، الإنسولين عنده في مشكلة مناعية، وبتحسن الإنسولين بصير يأكل الشحوم الموجودة بالجسم، بصير وارد السكر، يعني وارد الشوكولا وارد كذا، بيخف عن الفتاة وبلش أو اللي زي يستخدمه وبلش ينزل وزنه. بس هو ما له مسؤول دكتور عن شيء المخزن؟ لا بس لا لا ما له بالمخزن، ما له أي شيء. هو على فكرة احنا بشكل عام 99% من أدوية لتخفيف الوزن اللي عم يصير فيها حكي كتير، ما في أدوية هلا موجودة عندنا في العالم أو وجدت في الطب حاليا للعمل على المخزون الموجود. 70% من الأدوية تعمل على الوارد الغذائي، و 70% الجزء الثاني منها بيعمل على شو؟ على تخفيف الشهية بكبح عملية الغذاء. طبعا له تأثيرات نفسية كمان مخيفة، يعني انت شو؟ نرجع على الميتفورمين، معناتها هو المهمة تبعه تحسين عمل الأنسولين. بالتحسين وعمل الأنسولين تحسن عمل الأنسولين ببلش يتراجع شوي شوي الوزن، لأنه الجسم بصير يشوف السكريات الموجودة فيه فبيخف الوارد الخارجي. نعم. بيجي عندنا الموضوع الثاني هو تحسين الدورة الشهرية. أي فتاة أي أنثى إن كانت بدها تحسن شكلها وجهها بدانتها جسمها إلى آخره، تحسن وضع الهرمونات بجسمها، تحسن وضع الهرمونات بصير استقلابها جيد. وهو بيفرق عنا نوع المنظمات، منظمات مع مانع، منظمات بدون مانع. طبعا الأدوية في العالم اللي احنا كلياتها هي نوعين ليس أكثر منهما، دائما بصير لغط إنه والله رحت على الدكتور وصف لي ياسمين وصف لي ديان. عمليا في العالم كلياته والكرة الأرضية ما في غير هالدوايين هدول. أدوية المنظمات الأخرى تسيء لوضع البي سي او. بسألك دكتور طبعًا. يعني في كتير كمان من الحالات اللي بيصير مع اضطراب بالدورة الشهرية وممكن تدخل هرمونات مثلا أو تجتهد أنه سمعت من حدا أنه عم ياخد هرمون نظم له جسمه أو نظم له مو الأدوية المشهورة اللي قلت عليها، وممكن يصير في آثار سلبية على الجسم، وشفنا هي الحالات أنه عم تلعب بالهرمونات، خربطت الهرمونات بتصير عندها زيادة، يعني ممكن تنظم شيء تضرب شيء. فخبرنا عن هي الحالات، هل أنت بتنصح بتناول الهرمونات؟ هلا مثل حكيت لك العلاج يجب ان تكون هو على ثلاث محاور مو محور واحد. يعني احنا المعالجه الهجوميه في عندنا معالجه هجوميه لمده سنه تاخذها اي فتاه اذا عندها الاعراض السريريه، يعني اعراض بجسمها موجوده، تاخذ العلاج الهجومي لسنه، علاج تنظيم دوره، علاج تنظيم الانسولين، علاج كابح للاندروجين. هي كل العلاجات. هلا احيانا اذا كان عندنا اختلاطات اكثر
بدنا نشوفه الكورتيزول، نشوف كذا، بندخل ساعتها الديكساميثازون، ندخل هرمونات اكثر. اما العلاج هو فترته الهجوميه، يعني اقل علاج للبي سي او هو او ما بيمتع الكيسات لمده سنه، معالجات شهرين وثلاثه هذا غلط ما بتزبط. تمام. للاسف الشديد يعني هي اللي بتلاقي في معالجات قاصره. صحيح. وفي دكاتره بتقول انه ما في حاجه للعلاج، طبعا بجوز اللي احنا حكينا احنا مو شعرانيه مشكلتنا بعلاج وليس حب الشباب. مشكلتنا الاساسيه اليوميه هي العقم، البدانه، داء السكري، فرط تصنع البطانه، الاوعيه اللي بصير فيها تراكم عصائد وعائيه من تجويد تراكم الكوليسترول غير حميد. يعني احنا بنعرف احنا سبب المرض اللي يؤدي لهالشيء هذا. طب ممكن يسبب المبيض متعدد الكيسات العقم؟ طبعا ممكن. احنا تكون عندنا اهم شغله مضطربه الدوره معناتها ما في انجاب. بعدين بتحكي لك يجب ان نعمل احنا التحاليل الهرمونيه، للاسف الشديد كثير في دكاتره بتعمل تحاليل هرمونيه بتقول له المريض انت وضعك سليم. طبعا احنا بالتحاليل الهرمونيه 90% نجد القيم طبيعيه، نجد القيم طبيعيه. نعم. لكن احنا في عندنا معادله رياضيه بتكون مقلوبه الصياغ. كل الطبيعي بيكون بس مقلوبه صيغ الهرمونات هي بتوحي لنا انه هذا في بي سي او. مشان هيك العلاج بيكون هو بحذر وباتقاء وفتره زمنيه يؤخذ فيها العلاج لمده سنه، بعدين بصير يؤخذ بشكل تناوبي بين الادويه. وكمان هو العلاج يفرق بين اذا وحده مشان الحمل ولا بيكون. طبعا هلا في شيء وارد كثير كمان وهو تثقيب المبيض او تثقيب المريض مع الكي. هذا لا يؤخذ به الا في الحالات المتقدمه وبحذر شديد، والا يزيد عن ثقب او ثقبين في المبيض، لانه للاسف الشديد احنا كل ما اثرنا على جدار المبيض اثرنا على الاخصاب عند المراه، وكل ما اثرنا على الاخصاب قربنا سن الضهي عند المراه. يعني للاسف الشديد احيانا في فتيات عم يستعجلوا في دكاتره، عم ينصاعوا لامرهم وبيعملوا تقشير مبايض، هدلون بعد شهر اثنين وثلاثه واربعه عم يدخلوا بسن ضهي مبكر، يعني قصور مبيضي صنعي. هذا غلط كبير هذا. فنحن المعالج أن تكون آخر شيء جراحية، المعالج الأول تكون هي عبارة عن علاج دوائي هرموني منتظم مع ضبط المحور الهرموني بالجسم. يعني بدنا نشوف هرمون الحليب، هرمون الدرق، هرمون الإباضة، هرمون العدد الإباضة على أساسها بتصير قبول. نعم، كل الشكر لك دكتور لكل المعلومات اللي قدمتيناها. يعني الموضوع بده حلقات يمكن زينب طبعاً. لانه الموضوع كثير مهم، والاسئله والاستفسارات للصبايا والسيدات كمان عم تكثر حول هذا الموضوع، فبنكمل بحلقات قادمه. وشكرا كثير لك. شكرا لكم، الله يعطيكم العافيه. شكرا لك دكتور على وجودك معنا. شكرا. اهلا وسهلا. شكرا.